مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أعلنت سارة تي في شو عن خبر إصابتها بفيروس كورونا مبارحة عبر ستوري انستغرام، من بعد ما شاركت معاناتها مع المرض بفيديو على يوتيوب بعنوان مرضت انحجرت لحالي، واللي كان قبل تأكدها من إصابتها. أما أحمد أبو الرب وغيث مروان فتلقوا هجوم كتير كبير من متابعين نورمار الجلادين على آخر فيديو نزل بعنوان تقييم البنات المشاهير مع غيث مروان على قناة أحمد أبو الرب، واللي جابوا سيرة نورمار بطريقة كوميدية، وهذا ما أزعج الجلادين وقرروا شن هجوم على الفيديو عن طريق التعليقات بالاعتماد على طريقة تجميد المشاهدات. أوكي أتشبش. ليه؟ وبالحديث عن غيث مروان فقريبا راح تنزل الأغنية اللي راح تكون تعاون بينه وبين أسامة مروى، فشاركوا قبل قليل أهل الستوريهات ليعلنوا رسميا عن اقتراب موعد نزول الأغنية. كم نسبة حماسكم للأغنية؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. طبعا جايز اللي بتابع فيديوهات على اليوتيوب من زمان بيعرف انه في مقطع من المقاطع كنت انا عم بقول فيه انه في غنية حتنزل لإله لأسامة، مقطع تقريبا شي 5 سكند هيك كان طالع على السريع. فالمهم اليوم أسامة أعلن عن الخبر ونزل عنده إنه الغنية اليوم حتنزل. جهزوا حالكم، مش اليوم سرش. وبالأخير حابب أقول ألف مبروك لنارين بيوتي، تخطيها حاجز 10 مليون، رقم جدا ضخم ورهيب. عقبال نجاحات أكثر وأكبر، حيث رح ينزل فيديو 10 مليون قريبا. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.